يكفي انك انت بتذكرني. لا فندم. اللي يملأنا الأسى والحزن أن يقع شهداء من أبنائنا، أبناء الشرطة الشرفاء، أمس على يد غاشمة، على يد الإرهاب البغيض. ولذلك عندما أصدرت بيانا أمس قلت فيه أننا جميعا شرطة، أننا جميعا جيش، مصر كلها جيش وشرطة ضد الإرهاب، ضد الغاشمين، ضد الفاسقين، ضد أعوان الشياطين. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. مصر غالية علينا جميعا، فلتحيا مصر، فلتحيا مصر. وأشكركم والسلام عليكم.